السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا بكم في قناتي أرت أند لايف ستايل. رمضان كريم، بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يعود علينا بالخير وبرفع هذا البلاء إن شاء الله وتقبل الطاعات. اليوم مشروع اليوم هو هاد الديكور اللي شفتو في المقدمة، اللي هو سهل وبسيط وغنستعملو فيه مواد اللي هي رخيصة جدا ومتوفرة في جميع المحلات ديال لي دروغري. فغنستعملو فيهم هاد الكرات ديال الفيلي، كيف كتشوفو معايا انا شارياهم باحجام مختلفة وجمعاهم في هاد الزيبر باك. فغادي نحتاجو كرة اولا من الحجم الكبير، انا خديتها استعملت كتر وقسمتها من النص باش نوفر شوية الوقت. غادي نستعملو غير جزء واحد، وغادي نستعملو احجام مختلفة من هاد كرات الفلي. كيف كتشوفو معايا كاين لو مويان وكاين شي شوية اكبر منه هانتوما. وهادي هي لاباز، دونك هادو انيسيالمون غادي نحتاجوهم. غادي نستعملو هاد اعواد ديال الباربيكيو القطبان، كنديرو فيهم الشوا. غنحتاج شكلين او حجمين، شويه اللي رقيق واللي غليظ، باش نديروهم تناسبا مع الكرات الحجم ديالهم. دونك غادي نحتاج البانس باش نقطع الاجزاء اللي غادي يكونوا عندي زايدين، دونك هادو غنخليهم ابار. وغادي نحتاجو طبعا مسدس الشمع باش نلصقو نثبتو مزيان هادوك الوداد ديالنا. وانا اختاريت لولين اللي هما الفضي والذهبي، صباغه سبراي يعني رداد. وغنحتاج ورقه، اي بابيي ديال اي حاجه عندكم تقدروا تغسيكليوها باش غنصاوبوا القاعده ديال هادي. الو بسم الله على بركه الله، غادي نبداو. غادي ناخذ اولا هاد النصف الكره ديال الفلين، وغادي نصاوب لها القاعده ديالها. دونك اون اتوندون انا حطيت المسدس ديال الشمع ديالي سخن، دونك على بركه الله. فوالا، دونك ناخذ قلم الرصاص وغادي نحدد في الوريقه ديالي لو كونتور ديال الدائره. داكوغ، دونك نقدروا نقطعوه بالكوتور، نقدروا نقطعوه بالمقص اللي توفر عندكم. انا شفت مقص وقطعت لو سيركل ديالي. اول حاجه فوالا كتشوفوا معايا، وغندير الجزء اللي هو فيه الرسمه من الوراء باش ما يعطينيش شي نظره، وخا غيكون من الخلف ما عندنا غرض ديال الشمع. نخليوها وناخدو مبدئيا. خديت ثلاثة ديال الكرات كبار وربعة متوسطين وربعة صغيرين. الوغ غير باش نديرو لا سيمولاسيون، دونك غادي نشوفو شحال ديال الكرات ممكن يشد لنا. دونك جو بونس غادي نحتاجو لربعة كبار. غادي نزيدو وحدة باش يجيو وحدة هكدا، وحدة هكا، وحدة هكا، وحدة هكا. ابخي عاد نسوبيغبوزيو لي زوطخ بول. داكوغ، دونك فوالا على بركة الله. الوغ بالنسبة لهاد الصغار ما غاديش نستعمل العود بنفس الطول، غادي نحاول نقصرو. فلذلك غادي ناخد واحد أربعة ديال العويدات اللي هما بنفس الحجم. داكوغ، وغادي نحاول نقطع هذاك الفائض. اولا غادي نزول ها
هادو من هنا باش نقدر نشوف. الوغ انا درتهم قادين من الطرف اللي هو يكونوا مرشوقين فيه في الكره باش الباقي اللي من هاد الجهه نقدر نحيد ويجوني مقادين. دونك غادي نحاولوا نقصوا لهم لا طاي شي شويه باش يجيونا شويه اقصر. كله تقريبا بحال هكذا. ناخذ البانس ديالي. الوغ تقدروا تستعملوا البانس العادي، الا عندكم بانس عادي ما كيهمش، غير هذا كيساعدني شي شويه كنتحكم في التقطيعه وكيعطيني كونترول اكثر. كيطيرو لكن معليش غادي نجمعهم بعد. المهم هو انه كيسهل عليا الكونترول انني نشدهم مزيان ويقطع لي المكان المضبوط اللي بغيت انا نقطعو، ما كيجيش فيه دوك التكستور كيف كتشوفوا معايا هنا، كيجي داكشي مفرشش، كتجي نازله تقطيعه بحال بالمنشار. دونك غادي نبداو على بركه الله. ناخذ الكره ديالنا، ناخذ الكره ديالنا وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بالكبارين، قلنا نبداو بالكبار نخويو ساحه العمل. ناخذ هاد الكبيبرين داكوغ. دونك غناخذ العواد الكبار كيف كتشوفوا، هاد الحجم راه اكبر من هاد الحجم غير باش يبين لنا الاختلاف. الا ما توفروش عندكم احجام مختلفه تقدروا تستعملوا غير الاحجام العاديه، ما فيهاش زعما مشكل. دونك نحاول نرشقها مزيان وغادي ندير واحد القطيره ديال الشمع داخل، وغادي ندخل العود ديالي باش نتاكدوا انه غادي يكون ثابت وانه ما غاديش يطيح لينا. داكوغ غادي نعاود العمليه، ناخذ الكره نشوف الجهه اللي ملساء اللي ما فيهاش يعني دي ديغا بزاف، حيت هذا الفرشي تري سنسيبل دونك ديكو كتلقى فيه واحد الخبيشات واحد التدرجات. دونك ناخذ لو كوتي اللي غيجينا من جهه التوجيهه هو الاقل ضررا اون فادير، نحاولوا نديروهم بنفس الطول. دونك غادي نحاول ندخل حتى نوصل لا ميم ديستانس داكوغ. هانتوما فوالا، دونك هما دابا جاوني بنفس الطول. غادي غير نخرج عاوتاني ونعمل القطره ديال الساق ونعاود ندخل. غادي نستمر بنفس الطريقه كيف كتشوفوا هما. دونك غادي ندخلها شويه. دونك كنخدم كنقادد باش منين نديروهم يجيونا مضبوطين. فوالا الوغ اون فابخوندغ. ناخذ هاد لا تخوازيام، ناخذ توجور لو كوتي لي املس اكثر. تقريبا فوالا فيها، ودابا عاود نزول نحط الساق ونرجع ندخل. دائما كنعاود نتاكد انني دخلته بالقدر الكافي، لانه كيكون الساق الداخل يقدر نحسو به بانه راه واصل، ولكن هو راه في الاصل ما واصلش لفين حنا حفرنا. بقات لنا الكره الاخيره، ناخذ الوجه اللي يكون شويه مقادد نحفرو كالعاده كما عملنا في الاخرين. فوالا
هادي نزول وندخل مرة أخرى ونتأكد أنه في نفس الطول. إيفولا هادو بربعة بيهم هما واجدين. الوغ هادو المفروض غادي نديروهم دون لي كاتخ كاغ، دونك بحال غنقسموها على ربعة وغنديروها في كل ناحية من نواحي ديال الجزء الرابع من الربع اون باتيغ. دونك غنشوفو عاوتاني شحال دخلنا، دخلناها حتى لهنا. اوكي دونك خليت تقريبا 1 سنتيمتر، دونك هنا نديرو اسقاط وغنجيو نخليو 1 سنتيمتر وندخل حتى نوصل لفين علمت بيديا. الوغ دابا ما غنديرش لصق حيت من بعد انا بغيت نصبغ هادو. دابا غنديرو مبدئيا الشكل والبوزيسيونين ديال فين بغينا نحطو الكويرات ديالنا، ومن بعد عاد غادي نصبغوهم ونرجعو نلصقوهم باش نديرو النتيجه النهائيه. الوغ دابا ليتاب ديال لا ميزون بلاس سيتينغ. اوكي سو عاود ناخذ لو سنتر دو جرافيتي ونديروا الاسقاط ونخليو 1 سنتيمتر وندخلو حتى نوصل لفين وقفت بيدي فين خديت العبار. دونك نفس الشيء الرابعه فوالا، كناخد يدي العبار فين وصلت ونجيو للمنتصف ونديرو اسقاط نخليو حساب 1 سنتيمتر تقريبا وندخل حتى نوصل لفين وقفت بصبعي. ها نتوما كتشوفو معايا مبدئيا داكوغ. دونك غادي نزول هاد الصبايغ باش يكون عندي بلوس د سباس. اذا هو كتر فوالا. دونك ما كايناش شي قاعده اللي حنا غنمشيو عليها، تقدروا ديروهم مرتبين، تقدروا ديروهم كما غنديرهم انا عشوائيين اللي حبيتو. المبدا كيبقى دائما كيف كنقول لكم، انا كنجيب لكم فكره وانتوما كديروا على حساب اللي في نظركم واللي تشوفوه انتوما من وجهه نظركم انه هو الاحلى. فهذا كيبقى لكم كما كنقولوا حنا معايير الجمال ما عندهاش مقياس، كل واحد كيدير وكيشوف الحاجه بمنظار ديالو هو. دونك غادي ناخذ نفس الشيء، غادي ناخذ اللهم صل على سيدنا محمد العود، ناخذ الكوتي الاقل ضررا كيف قلنا نخليوه لتوجيها ونحفروا باش نديروا العود ديالنا. داكوغ فوالا. وما نساوش اننا ناخذ القياس. دونك هذه الثانيه، دونك هذا شوف كيف شفتوا معايا هنايا مخندش مزيان معجن، دونك هو اللي غادي نخليه يكون مخبي من جهه العود باش ما يبان ليناش في الديكور ديالنا، يعطينا شي افي ما يكونش زوين. فوالا كنحفر ندخل هذه حيت عندي شويه معجنه شويه لو كونتور ديالها ما عطينيش نفس هذا العلو، دونك هذه غندخلها شويه اكثر باش يجيوني في نفس العلو. اوكي okay.
نقادهم كاملين كما عملنا في الاول. عاد باش غنبداو البوزيسيونمون ديالهم، شوفوا فين بغينا نحطوهم. وبالجهة اللي بوانتو إلا كان أسهل. أنا ما حسبتش يعني ما عنديش لو نومبر إكزاكت ديال الكرات اللي غادي نقدر نستعمل، اللي غيعطيني لا فيزيون اللي عندي في بالي ديال الديكور. غادي نبداو مبدئيا بهذا العدد باش نشوفو واش ملات لينا إناف المساحة اللي حنا بغينا. الا احتاجينا راه غادي نزيدو مزال الكرات. دونك حنا كنوريكم البرينسيپ، واذا احتاجينا مازال نزيدو راه نتوما شفتو لا ميثود اللي غنزيدو بها. دونك غادي نزيدهم انا، نقدر نزيدهم اوفلاين الا احتاجيت. دونك هانتوما كتشوفو فوالا، دونك ها هما دي كلهم هاد واجدين. غادي نثبتوهم في الشكل اللي ديجا حنا بديناه، الكبار شي شويه ولا المتوسطين. غادي نحاول نبوزيسيونوهم حتى هما. دونك دابا ما غادي نرفعهم شويه على المستوى ديال هادو كيفتو درنا هما جايين انكليني زاويه حاده تقريبا واحد 30 دغري، غير حيت عندنا الكره ما ديرونجيش لينا السطح ديال هاد النصف دائره ويجي لاصق مع الحيط. الا كان فلات كومبليتمون غادي تجي مرفوعه وما غنقدروش نلصقوا هذه مع الحيط. داكوغ، دونك درناها شي شويه انكليني، شويه بحال مائله. داكوغ، بنفس الطريقه غنديروا هاد اللي قلنا انهم متوسطين، غادي يجيونا اربعه. داكوغ، ولكن في هاد اللحظه ما غاديش نستعملوا اللصق كما قلت لكم، غير غنخليوه جانبا وغادي نديروه شي شويه طالعين الفوق باش تعطينا الديكور ديالنا يجينا ثلاثي الابعاد. دونك فوالا، انا درتو شويه طالع للفوق. نفس الشيء كيف قلنا كنمشيو ديما بنفس الطريقه، راه نفس السيستم. غادي نمشيو للنص ديال هاد المسافه اللي هنا وندخلوه ونديروه كيف قلنا طالع بنفس الطريقه. غنشوفو شحال خلينا هنا، نقولو طرف ديال السبع وشي شويش. غنجيو لهنا عاود نديرو طرف السبع وشي شويش. دونك فوالا هنايا، غادي ناخدو الرابع. دونك الرابعة هي هذا الشيء، كنديرو نفس المبدا. اوكي الوغ الديكور نسبيا بدا كيبان لنا المنظر ديالو. هذه ما درتهاش انكليني بالشكل اللي درت فيه الاخرين. دونك دابا عاد قديتها الوغ فوالا. دابا غنديرو هاد الصغيورين. نقدرو نديروهم بالشكل اللي بغينا، انا غنديروهم هكا. هي كتجي تقريبا بحال موليكول، فكركم شويه بالفيزيك ايزاتومي لي موليكول. دونك نفس المبدا، دونك تشكيلات. جو بونس غادي نزيد شي حاجه من الوسط، باقا ما عرفتش شنو غنزيد، واش نزيد شي وحده صغيره ولا نزيد وحده مويان. بونس سا سخا ميو، لان هنا عندنا اقرب شيء كاين هاد اللي
وهما صغار، دونك الموين غتكون هي الانسب. وغادي ناخذ العود وغادي نقصرو شي شويه بحال اللي عملنا في الاخرين، نكثر في ديال الخيط اللي يكون غليظ شي شويه، ولا صوفا ولا القنبه ولا اللي توفر عندكم. غنعاود ناخذ ثاني هذاك الورق المقوى اللي استعملنا في الاول، غناخذ واحد الطريف وغنقطع واحد المستطيل. فوالا غنديرو على جوج. اوكي غادي ناخدو هاد الديكور ديالنا ونقلبوه باش نصاوبو له العلاقة ديالو. فوالا غادي ناخد مسدس الشمع، ندير واحد الكمية وانا ما بغيتش نبرك لان لتحت كان ممكن في الحقيقة اننا نعملو هاد الطاب قبل ما نبداو نلصقو، مي انا نسيتها صراحة. يلا تفكرت دونك فوالا باش كتشد لينا مزيان العلاقة ديالنا، غنديرو لا ميم تكنيك الجهة الاخرى. نلصقو اولا الصوفة، ناخذ الطرف ديالنا ديال الكارطون الاخر ونثبتوه عاوتاني جيدا. طلع على اللقاء ديالنا واجده داكوغ. دابا غادي ناخذ هاد العويدات كاملين وغادي نمشي نصبغ ونتلاقاو من بعد. وهذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما صبغنا لي بول وخليناهم ينشفوا ركبتهم. لقيت انه كما قلت لكم ملي كنت كنصاوب خاصني نزيد كلك بول لان جاو بعض الاماكن شويه خاويين، فرجعت زدت وعاودتهم بالصباغه وكملت من بعد عاود لصقتهم بنفس الطريقه بلصق الهوت جلو داك مسدس الشمع. الوغ نسيت غير ما قلت لكم، الوغ منين كنديروا ملي كنصبغوهم راه كيتفاعل هذاك الفلين مع الصباغه كيعطينا واحد النتوءات. شوف معايا وكيجيونا هاد الحجيرات ولا هاد الكرات كيجيو بحال الشكل ديال الكواكب. هذاك المظهر اللي كيكون اللي كنشوفوه ملي كيبين القمر عن قرب، فكيزيد هذاك دوك التموجات اللي كيتخلقوا في دوك الكرات كيزيدوا جماليه للديكور ديالنا. فهذه هي النتيجه النهائيه كيف كتشوفوا، طلعت جميله. نتمنى ان فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش من الاشتراكات واللايكات، والقاكم قريبا في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. You already know. We roll.